نعم. يا أستاذ، هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو ناس دخلوا النار؟ مثل الآية اللي في سورة ياسين، قيل ادخل الجنة، في ما سيكون ولا؟ لا، هذا في ما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار موقف للحساب حتى البعث يوم القيامة. والأنبياء كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص، كما قال عليه السلام: أرواح الشهداء في حواصل الخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم، فذلك لا يكون إلا بعد البعث كل شوق. فالأستاذ يعني اللي احنا بنفهم على قدر عقولنا إنه الشخص لما يكون حي يكون جسده وروحه مرتبطات ببعض. يعني الله عز وجل يعرفه في الدنيا. نعم. الله عز وجل لما يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. يعني بل أحياء. تحسبن أمواتا. أما ذيك ولا تقول أمواتا البقرة. كيف؟ اللي في آل عمران أمواتا والبقرة أمواتا. في سلسلة. نعم. طيب. بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها. طيب، هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال. شرحنا كرسول أعطاك الجواب، وأنا قدمت سلفا: أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر. شو معنى هذا؟ معناه بيتنعم في بدنه، بيتنعم في بدن مستعار وهو الطير الأخضر. فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤهم في البرزخ ثانيا. عندما حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين تلتين، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس الغائب على الشاهد، فتقول أنت لا نعرف الحياة إلا هكذا. طيب، هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أن حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن: بل أحياء عند ربهم يرزقون. شو رزقهم؟ مش طبق ونفق مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. وعلى الحديث يبين القرآن. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها. نعم. فش قالوا ما سيكون عليه حوضاء أهل الجنة وأهل النار. هذا الفش الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا للأنبياء ورسل بس.